السلام عليكم خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير وصحة جيدة ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نخيط معكم هذا الجبادور صغيور، راني فصلته معكم. كما كتشوفوا انا اول حاجة نبدا بها هي نمونطي الكتاف، كنديرو الوجه عند الوجه ونلاقيو الكتاف وما الوالا. كننقيو من داك الخيوط اللي كيبقاو لنا، انا غادي نمونطي الكمام. كنعلم داك العنان، ندير كرانه في المنتصف ديالكم، صافي. وكنمونطي الكتاف على هاد الشكل، كنقاد التوب دائما بيديه. الجبادور هذا راه صغيور، دي مولاتو عندها 7 شهور وساهل تلبسها كاية في 27 ولا في العيد، كيجي بحال كيجي زويون، كيجي رومي. صافي، هادو هما التركيز ديالنا. غادي ندوز، غادي نصاوب السفيفه للكميمات هما اللوالة، عاد باش كنجمعهم عاد كنمونطي الكوطي ديالي باش ما كيجيونيش معدبين. اول حاجه نخدموها هي الكمام، نلصقو لهم، ندوز لهم المذبح. كما كتشوفوا المذبح راني قالبه التوب على قفاه، كنخدم دابا على القفاه ديال التوب ماشي على الوجه. هادو الكمام جوج، كنلاقيو واحد مع واحد، وعاد كنقلب دابا على وجهه كما كتشوفوا على هذا الشكل. هذا كنجيب السفيفه ديالي، نشوف لها الوجه من القفه، راه عندها الوجه السفيفه، وكنحطها حدا المذبح. كنلقيها مع المذبح نيشان، ما كنخليش بيناتهم الفراغ، وكندوز عليها بالخياطه غير شويه بشويه، كندوز غير بشويه باش كدوزني لاصقه مع الكابلي ديالي، ما كدوش بيناتهم، كيكونش بيناتهم الفراغات. دابا دوزت السفيفه، نحيد داك الزوائد الا كانوا عندي كبارين، ما كانوش كبار ما باينيش، ولا ما نحتاجش نحيدهم. هنا غادي نحيد داك الزوائد اللي عندي ديال التوب، وغادي نعاود المرة الثانية بالخياطة على السفيفة. وغنولي نحط عاود الكابلي المرة الثانية، كما كتشوفوا الكابلي راه كيجي في الاول وكيجي في التالي، كتجي السفيفه في الوسط. هنا غادي نفرق بيناتهم، غادي نفرق داك الكمام ديالنا، نحلهم. صافي، الكميمات كيجيو على هذا الشكل، كتجي دايزه داك السفيفه ديال السقل اللي في الكمام في ليمونش. دابا غادي نمونطي الكوطي ديالي كما كتشوفوا. صافي، هذه هي الخياطه ديال الكوطي.
وغنجيب داك الباندا اللي درت معاكم اللي قلت لكم فيها صوبتها فيها 11 سنتيم، كنجيبها كندير لها السورجي من واحد الجهة وندير لها لوغلي 1 سنتيم ديال لوغلي، ودابا غندير لها لي بلي. داك البليس كنبقى غادا وكنطويهم غير بيديا، كندير فيها البلية واحد 2 سنتيم، كما كتشوفوا على هاد الشكل راه كيتدارو ساهلين مفيهمش شي صعوبات. كلك تساعدي بالمقص، ولكن انا كنديرهم غير بيدي كيجوني من الاحسن. المقص ولا داك الكروشي ديال الماكينة السورجي اللي كندخلو بيه الخيط حتى هو كيصلح ديري بيه، كما كتشوفو كيجيو على هذا الشكل هذا. هذا كنساعد دابا بالكروشي اللي بغات تساعد بيه، تصور كيصلح كيصاوب مزيان، كتشدي العبر اللي بغيتي وكطويه. صافي دابا غادي نجي نقاد هذاك الدورة ديال داك الباندا مع الدورة ديال الجبهة، دور من الدورة ديال الحزام كما كتشوفوا، هنحطها هكاك وندور معاها. صافي وغادي نمشي بالخياطة، غندوز الخياطة على داك الخياطة اللي عندي ديال داك القطعة باش ما تبقاليش باينه. كما كتشوفوا كتجيو على هذا الشكل هذا. دا هو داك البلي ديالنا خيطناهم كيجيو على الطريقة هذه. دابا غادي ندوز عاود الكابلي في القدام في الهبطة ديال الجبادور، غادي ندوز داك الكابلي وندور عليه كامل، نبدأ من تمايا كما كتشوفوا، من نبدا من الاول غنخلي واحد شويه المذبح خارج. كما شفتوا الكابلي راه كندوزو على عنقي، راه كنت حطيت معاكم انا الخياطه ديال السفيفه والكابلي في فيديوهات سابقه، خيطت معاكم واحد القفاطن، قفطان نص طوق وقفطان هابط لتحت اللي بغات تعرف طريقة الخياطة السفيفة ديال المذبح والسفيفة راح حاطة الفيديوهات ديال القفاطن جوج وجلابة. كل الأخوات اللي كيبغيو يخدموا دابا قفيطنة لبنياتهم ولا جليلبات هكا بالسفيفة والكابلي في هذا الشهر ديال رمضان، يوجدوا 27 البنيات ولا العيد جليلبات هكا اللي كتبغي تخيط جليلبة لبنياتها. راني حاطه الطريقه ديال الخياطه الجلابه
التركاب ديال القاب، الخياطة ديال السفيفة والكابلي، الطريقة كيفاش تخدموها. كما شفتو تمايا في داك الدورة ديال الرقابة، كنحاول ندور غير بشوية، كنغرس الإبرة كما الشوكة، كندور مع الرقابة، كندور غير بشوية، وكنحاول نشرب شي شوية السفيفة، يعني شوية ماشي بزاف، كنشربها هي كندفعها، كنبقى غادا وكندفع السفيفة لعند الصباط، كنوصل لداك الخياطة ديال اللي دايزالي في الكتف، كنشرب شوية زايد، كنشرب كتر من الدورة ديال الرقابة باش كتجينا داك الدورة ديال العام، كتجينا دايرة مزيان. كما شتو راه ساهلة الخياطة ديال السفيفة. هنايا عاود كنوصل لداك القنت التاني، كنغرس الإبرة وكندور، صافي كنبقى غادا معاها هكا شويه بشويه. كندوز بالخياطه على داك السفيفه باش ما كتحلش، كما كتعرفوا السفيفه دغيا كتحل خصوصا ديال الصقلي. هنا غادي نحيد داك الزوائد اللي عندي باش ما يبقاوليش غلاضين تحت السفيفه ولا يبقاو خارجين، وغادي نعاود الخياطة الثانية على السفيفة، على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. كنوصل داك القنيت كما شفتوا معايا، راه كنطويه الطريقة اللي درت له، كندير المقص وكنطويه واحد الطوية صغيرة، وكندور هكا كما كتشوفوا، كندور يدي مع الدورة ديال العنق باش يجينا داير. كنبقاو غاديين وكندفعو بحال اللي كندوروه، كنوصل لداك القنيت كما كتشوفوا، كنطويه واحد الطويه غير صغيره باش كيجينا مقنت، وكندوز عليه بالخياطه كنرتق فيه مزيان. كندوز الكابل المرة الثانية، كندوز وحده السفيفة كما كتشوفوا، ميجيش بيناتهم الفراغ. كندور مع الدورة ديال العنق كما قلت لكم، دائما كنغادى وكندور يدي باش ما كيجيناش داك الدورة ديال العنق محلولة، تجينا دائرية. كيجي على هذا الشكل هذا. حنا سالينا دابا الخياطه ديال السفيفه والكابلي كما كتشوفوا، كيجي على هذا الشكل. مازال ان شاء الله غادي نلصقوا له العقيدات وندير له واحد السحاب حتى هو غادي نلصقوا له، باش ملي يجي تلبس غادي يبقى يتحل ويتسد. وداك اللي بلي كيجيو على هذا الشكل، مازال ملي غادي يتحدوا راه غادي يهبطوا، ما يبقاش طالعين هكايا، غادي نزنوا لنا داك البليات بالحداده، وغادي نفيني داك السفيفه غادير لها على هذا الشكل هذا وندوز عليها بالخياطه.
صافي غادي نحيد داك الزوائد اللي كيبقاو لي من الداخل، وكتجي على هاد الشكل هذا، راه كتجي مفينية. الجهة التانية كندير لها نفس الطريقة. دابا غادي نخيط معاكم السروال، كما شفتو كنمونطيه، كنجبد شويه التوب في الخياطه على حساب التوب هذا كيتيري، ضروري نجبدوه شويه. غندوز لعاد الخياطه من الجهه الثانيه، على هذا الشكل. دابا راه جمعته من الجناب، كما شفتو غندوزو الكابل الفسحات ديال الرجل. التوب هذا كيتيري من يكون كندوز الكابل، نجبد الكابل شي شويه، وندير السفيفه حدا الكابل ملاصقين. صافي كنقطع داك الزوائد ديال داك السفيفه كنحيدهم، وغادي ندوز المره الثانيه عليها بالخياطه. يجي على هذا الشكل هذا. غنولي نعاود الكابل حدا السفيفه المره الثانيه. هاد الجبادور راه ساهل، خصوصا السروال كما كتشوفوا راه ساهل، ما فيه شي تعقيدات. كدوزوا السفيفه الفتحه ديال الرجل صافي، وتمونطيوه من الجناب بالخياطه عاديه صافي. ها السروال واجد، ديروا له لاستيك. ماشي، كنحيدو داك الزوائد ديال السفيفه، وكندوزو كنمونطيو السروال من الجهتين بجوج. كندوز ندور معاهم، كندور معاها السروال. انا الجهة الاخرى ما صوبتهاش حتى نسالي الفيديو، عاد نكمل الجهة الثانية. كنت كنصور هنا في الليل، كنت شوية مزروبة، بغيت نشارك معاكم هاد الجبادور في الاول دابا ديال رمضان اللي بغات تخيطوها هكا لبنيتها. راه ساهل في الخياطة، ها كيجي على هاد الشكل سريول. كنجيبو لاستيك كما كتشوفو، كنعبرو المنتصف ديال الدورة وكنرتقوه مزيان. صافي، ودابا غادي نلصقوها، غادي نجيبوها مع الخياطه ديال الكوطي ديال الجنب، وغادي نطويو على الطريقه هذا. كنرتق ببانكات، وغنشدو عاد المنتصف ديال اللاستيك ديالنا، وغادي نلصقوه في الجهه الثانيه. صافي، وغادي ندوز بالخياطة، كنجبد التوب كما كتشوفوا معايا بجوج يدين، وكندوز بالخياطة عليه على الحاشية ديال التوب. ضروري تجبدو هنايا من تكونوا كتخيطوا، باش ما كترتقش الخياطة مي كيجي مي كتبغي تلبسي السروال سواء في الصغار ولا في الكبار.
صافي كندورو معاه على هاد الشكل هذا. اللي عجبها الفيديو ما تنساش دعمنا في القناة، تخلي الناس اللي ما مشاركاش تشارك وتفعلوا زر الجرس وتخليو النجم، تخليو لنا التعليقات ديالكم المشجعة دائما. وهذا هو السريول، كيجي على هذا الشكل كما كتشوفوا، كيجي زويون في اللبسة مع الجبادور ديالو الفوقاني. كما كتشوفوا هذاك الفوقاني مازال غادي نلصق له العقيدات، دايره له العقيدات في الصقل اللي حتى هما عقاد بلديين، وغادي نلصق له داك البابيو اللي وريتكم ولا داك الوريضه في الكتاف. هذا هو السحاب اللي قلت لكم غادي ندير له، غادي يجي من الداخل باش من تجي تلبس يجي ساهل في اللبسه. كما كتشوفوا هنايا انا راه كنت هنا شويه مزروبه، ما وريتكم غير هكايا، ولكن هذه هي الطريقه كتلصقوا على هذه الطريقه، هذه تلصقوه بالبانجات وعاد دوزوا عليه بالخياطه باش يجيكم ساهل. على هذا الشكل كدوزوا عليه بالخياطه، ما كتجيش الخياطه كتبان بالسفيفه على حساب حنا كنخيطوا بالسفيفه كتخيط بالسبيب، ما كتجيش باينه. صافي ومن لتحت راه غادي نقطعوا داك الزوائد اللي بقات لنا ونرتقوها بالخياطه. صافي والعقيدة سيكونوا لاصقين من الجهه ديال اليمين، غايجيو مغطيين داك السحاب. واللي عجبها الفيديو ما تنساش تدعمنا وتخلي لنا تعليقاتها المشجعه دائما.